السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. عم بتصير معنا كثير إشكاليات ومشاكل خلال طبعا عملنا في التكييف في المواقع، بحيث أنه إحنا بنشتغل مع مقاولين مختلفين في معظم المشاريع، وأيضا بالتالي بيكون في عندنا اللي هم السب كونتراكت الآخرين اللي بيكونوا مشتركين معنا في نفس العمل، واللي هو أهم شيء الكهربائي. طبعا كل كهربائي بيشتغل بطريقته، وكل كهربائي بيشتغل حسب ما هو متعود طبعا، إلا يعني من رحم ربي اللي بيكونوا يعني جماعة ملتزمين بالطريقة الصحيحة للعمل. فإحنا في هذا الفيديو راح نشوف مع بعض الطريقة الصحيحة للعمل، سواء بالنسبة لنا إحنا كتكييف، سواء بالنسبة للكهربائي، تمام؟ حتى هذا الفيديو يكون يعني معروف للجميع، وما حدا يجي يعني يقول لك والله أنا بشتغل بهاي الطريقة وبشتغل بهاي الطريقة. يا جماعة الخير، الطريقة الصحيحة أنه بايب الغاز يركب داخل سليف، تمام؟ هذا البايب نازل من الوحدة هون خارجية مباشرة للوحدة الداخلية داخل سليف بلاستيك، شايفينه؟ هذا البايب، هذا بايب بلاستيكي. وأيضا شوف الكهربائي جايب البايبين هون جنب البايب، شايفين؟ هذا واحد رايح باتجاه الايزوليتر، واحد نازل مباشرة باتجاه الوحدة الداخلية باتجاه السويتش. يعني مع انه هون البرة بتشوفه قريب عليه متر ونص، كان بامكانه يركب الايزوليتر هناك ويوفر على حاله، ولكن شغله نظيف، احنا بنسميه شغله نظيف. هذا الكهربائي كل بايب تكييف جايب لعنده تحت الصبية بايبات الكهرباء، بركب الايزوليتر هون مباشرة جنب الوحدة الخارجية، وايضا عندنا اسلاك الكهرباء اللي راح تغذي الوحدة الداخلية اللي راح تنزل من الوحدة الخارجية باتجاه الوحدة الداخلية، ايضا عامل لها سليف مستقل. راح تلاقي هون جنب كل بايب غاز راح تلاقي في عندك بايبين هون كهرباء، واحد بينزل على السويتش مباشرة اسلاك الكهرباء بتكون مستقلة، وواحد بيكون نازل او رايح باتجاه المجمع او الدي بي. بالتالي هو هاي الشغل الصحيح، وهي هاي الطريقة الصحيحة للعمل. فبتلاقي هون مشتغل بكل المكيفات بهاي الطريقة. طبعا موضوع السليفات احنا صرنا قايلين اكثر من 1000 مرة لا تركب الا ضمن السليفات. موضوع الرايزرات هذا الشغل غلط، وموضوع توزيع القواعد على الداير هون هذا ايضا الشغل غلط. المكيف السبلت حصرا بده ينزل من الوحدة الخارجية مباشرة باتجاه الوحدة الداخلية. غير هذا الشيء انت بتكون دخلت مقاول التكييف ودخلت المالك بمشاكل هم اثنين بغنى عنها. شايفين؟ كل بايب بايبين كهرباء جنب السليف، واحد رايح باتجاه المجمع وواحد نازل باتجاه السويتش الوحدة الداخلية. هذا الشيء يقوم به الكهربائي، وهو اللي راح يركب الاسلاك الكهربائية في البايبين، سواء اللي رايح على الايزوليتر وسواء اللي رايح على السويتش. الكهربائي هو اللي بيقوم بتركيب هاي الاسلاك، وهاي مسؤوليته حتى تكون الامور واضحه. احنا مسؤوليتنا نوصل من الايزوليتر باتجاه الوحده الخارجيه، ونوصل من السويتش الوحده الداخليه باتجاه الوحده الداخليه. هاي مسؤوليه مقاول التكييف. يعطيكم الف عافيه متابعينا الكرام.